مساء الخير جميعا، نرحب فيكم في هذا اللقاء، وباسمكم أيضا جميعا نرحب بالأخوين العزيزين سيد شرف موسوي رئيس جمعية الشفافية في البحرين، والدكتور محمد الكويتي وهو كاتب اقتصادي معروف. وسبق أن استضفناهم كلاهما عدنا في عدة لقاءات سابقة. اليوم موضوع لقائنا هو برنامج الحكومة 2019-2022. وكما تعرفون حسب تعديلات الدستورية التي جرت، يفترض أن تقدم الحكومة برنامجها مع كل دورة انتخابية جديدة ليتم الموافقة عليها، الموافقة على البرنامج من خلال ومن ثم يعني تعتبر الحكومة موافقة عليها من قبل البرلمان. برنامج الحكومة أنا حقيقة لا أريد أدخل في التفاصيل، راح أترك الأخوين، وعندي بعض الملاحظات في الأخير يعني يعتمد نشوف إذا ما تطرقوا لها ممكن أنا أخذها باختصار نكمل لهم على الموضوع. فماذا منو بيبدأ، دكتور ولا سيد؟ في البداية أشكر الأخوان في القومي على هذه الدعوة والمناسبة للحديث حول البرنامج الحكومي، ثم تفضل الدكتور 2019 إلى 2022، وهو متوافق مع الدورة الانتخابية الحالية أو المجلس الانتخابي الدور الانعقاد الخامس. أنا في تقديري البرنامج الحكومي المعروض أمامنا الآن أو أمام مجلس النواب للاعتماد للمصادقة عليه هو مجموعة من الأهداف العمومية، يعني ما يحتوي على برامج تفصيلية يمكن من خلالها سواء كان البرلمان أو المتابعين يقدرون يحاسبون الحكومة فيما نفذته أو لم تنفذه. لا يحتوي على الأرقام ولا يحتوي على تفاصيل البرامج اللي رايح ينفذها، وإنما مجموعة من الأهداف العامة. وأيضا في تقديري أنا لم يرتبط البرنامج هذا ارتباط مباشر مع أهداف التنمية المستدامة، وتعرفون أن في عندنا 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة، وهناك مثل القضاء على الفقر، القضاء على الفقر المدقع وإلى آخره، هذه الصحة والتعليم. لا يوجد ارتباط مباشر ما بين البرنامج الحكومي وما بين تنفيذ أهداف التنمية، خاصة نحن لسه تونا مقدمين تقريبا قبل حوالي يمكن 9 شهور أو أكثر تقرير البحرين حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. أيضا من ناحية أخرى البرنامج هذا لم يتطرق بالتفصيل أو لكيفية حل إحدى مشكلتين أو نقطتين رئيسيتين نتعرض لهم الاقتصاد المحلي. النقطة الأولى هي تزايد الدين العام اللي وصل تقريبا إلى 12 مليار و600 مليون دينار، إذا أخذنا طبعا الدين الدولي أو الدين الأجنبي من الدين اللي يعتمد على خلنا نقول السندات الحكومية والسندات الإسلامية، بالإضافة إلى الدين أو الاقتراض من السوق المحلي سواء كان من البنك المركزي أو من بنك البحرين الوطني أو مجموعة من البنوك الأخرى اللي هو حوالي 1.9 مليار دينار. هذه لين على بعضهم بعض شكلون تقريبا 12 مليار دينار بحريني، وهو أكثر من 12.5، وهو طبعا ما يعني يزيد عن 85% من الناتج المحلي. هاي النقطة الأولى التي لم يتطرق لها البرنامج الحكومي في كيفية خلنا نقول حل. هناك التوازن المالي المطروح الآن اللي يفترض نحن مع 2002 راح نوصل إلى اللي هو توازن مالي ما بين الإيرادات والمصروفات، ولكن حتى التوازن المالي لا يعالج الدين العام، ربما الدين العام يزيد ربما يقل،
خاصة نحن الآن يعني البحرين تتحمل في حدود نصف مليار دينار سنويا هو فائدة الدين الحالي. النقطة الثانية وهي النقطة المهمة أنا باجي لها لاحقا بشيء من التفصيل، وهي البطالة. طبعا وزارة العمل دائما تنشر موضوع نسبة البطالة عندنا في البحرين هي 4%، ولكن من يتابع الإحصائيات أو ما تنشره بعض المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، البنك الدولي يتكلم في حدود 20% في أوساط الشباب، وهذه نسبة يعني مهمة جدا يجب التطرق لها. أنا أيضا بأخذ مجموعة من النقاط شوي بشوي من تفصيل. الدين العام أنا مريت عليه بشكل سريع، بتكلم عن آثار الدين العام على البحرين بشكل مباشر. إحنا إذا قلنا أن الدين العام هو 12 مليار و600 مليون دينار، بمعنى آخر أن كل مواطن بحريني، إذا افترضنا أن المواطنين البحرينيين هو 750 ألف مواطن بحريني، والنصف الآخر هو الأجانب العايشين في البحرين، فهذا يعني أن كل مواطن بحريني نصيبه من هذا الدين 45 ألف دولار، يعني كل واحد لازم يسدد 45 ألف دولار من جيبه حتى احنا نقضي على الدين العام اللي وصل إلى مثل ما قلت 12 مليار دينار. ثم أن هناك التزامات أخرى لم تدخل بعين الاعتبار، شركة ألبا على سبيل المثال أو شركات أخرى مملوكة للحكومة، هذه تقترض من السوق المحلي أو تقترض من السوق الدولي. السوق الدولي يعني ضمنيا يعتبر أن حكومة البحرين هي ضامنة بشكل غير مباشر للدين اللي ممكن أن تقرضه إلى الشركات الكبرى هذه، بمعنى لو أن أي من هاي الشركات في لحظة من اللحظات التاريخية عجزت عن تسديد الدين فبالتالي ستتحمل. صحيح لا يوجد إلزام، وعلى الأقل أنا ما قريت أن هناك إلزام تضامني ما بين الحكومة وما بين القروض هذه، ولكن يفهم منها أن ممكن أن تتحمل البحرين على أساس أن تسير الأمور كما يحصل في شركة طيران الخليج اللي إحنا نتحمل الخسائر، اللي هي الميزانية تتحمل خسائر طيران الخليج يعني على مدى عشرات من السنوات. أيضا الجانب الآخر المؤثر على الاقتصاد المحلي هو التراجع في التصنيف العالمي للبحرين. البحرين في 2013 كان التصنيف العالمي A-، الآن احنا وصلنا في 2017 إلى BB-. هذا له انعكاس آخر وهو على تكلفة الاقتراض الدولي، بمعنى إذا كنا ناخذ احنا نقترض أو السوق الموجود في السوق الدولي هي خلينا نقول 5%، البحرين لازم راح تدفع على الأقل 5.25 أو 5.5% باعتبار أن التصنيف الدولي أو التصنيف الائتماني للبحرين انخفض. هذا التصنيف طبعا من ضمن الأمور المتعلقة في الدين. النقطة الأخرى هي سوق العمل. سوق العمل ورد في البرنامج الحكومي عدة نقاط، منها تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو، تنويع الاقتصاد المحلي من خلال دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، دعم سوق العمل وتعزيز دور المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الداعمة للنمو الاقتصادي، الاستمرار في توفير فرص عمل للمواطنين وتهيئة الشباب لمتطلبات سوق العمل، الاستمرار في توفير البرامج الداعمة لضمان نمو الأعمال. نأخذ الواقع الفعلي، أي من الأهداف هذه الستة اللي أنا تليتهم لكم لا توجد أداة لقياسها، هل ممكن أن تتحقق؟ كيف ممكن تعزيز دور المؤسسات الناشئة الصغيرة؟ كيف ممكن احنا نقيس الاقتصاد المحلي وإلى آخره؟ هذه الأمور إذا لم تكن هناك يعني خلنا نقول برامج تفصيلية وخاصة تنعكس في الميزانية اللي راح تقدم بعد خلنا نقول اعتماد البرنامج هذا،
معناته لا نستطيع أن نصل إلى حقائق أن هذا البرنامج نفذ أو لم ينفذ. والبرنامج هذا كما هو يعني واضح من خلال قراءته ومن اطلع عليه، هو يعني لا يختلف كثيرا عن برنامج اللي يقدم في 2015 ل 2014 ل 2018، لأن أيضا أهداف عامة وخطوط عامة وصعبة. الكل قرأ يعني في خلال الأيام الماضية نشرت إحدى الجرائد المحلية بأن عدد الوظائف اللي حصل عليها العاملين أو المواطنين أو الأجانب في البحرين وصلت إلى 54,000 وظيفة ولدها الاقتصاد المحلي. بمعنى آخر أن الاقتصاد المحلي قاعد يولد وظائف، ولكن المواطن البحريني حصل فقط على 5,000 وظيفة. وهناك حسب ما نشرت هيئة التأمينات الاجتماعية، وهناك توزيع كريتيريا حق الرواتب، من هم أعلى الرواتب اللي حصلوا عليها. واليوم أنا قريت في أحد الإحصائيات مقارنة ما بين مثلا 1,000 دينار فما فوق 44 بحريني مقابل 290 أجنبي حصل عليها، ومن 500 إلى 1,000. ودائما المواطن البحريني يحصل على الوظائف، العدد الوظائف الأقل في كل الشرائح إلى مستوى 300 دينار. وبعض الشركات اللي توظف بحرينيين هي توظفهم في خلنا نقول رواتب منخفضة وليس رواتب عالية، 1,000 دينار وإلى آخره. هذا طبعا شخصيا يأخذني إلى موضوع وهو مسؤولية البرلمان في البحرين تجاه هذا الوضع. قانون العمل تم تغييره في 2000 وعلى ما أعتقد 15 أو 2014 ما أنا متأكد من السنة، بحيث رفع أولوية التوظيف للبحريني. فبالتالي أيضا الشركات اللي كانت مجبرة لتتقدم إلى مناقصات حكومية لازم يكون في عندها نسبة بحرنة، الحد الأدنى لازم أن توفرها، وللوصول إلى هذا الشيء لازم تأخذ شهادة من وزارة العمل تقدمها مع ضمن المستندات اللي تقدمها لمجلس المناقصات إذا أرادت أن تدخل في مناقصة حكومية. بالتعديل اللي صار على قانون العمل في القطاع الأهلي طبعا ألغى هذه الميزة اللي يتمتع فيها المواطن البحريني، ولذلك الآن صار عندنا 54,000 خلال سنة واحدة و 5,000 بحريني. في المملكة العربية السعودية طبعا الكل قرأ أن هناك الآن بعض الوظائف خصصت أو قالت أن هذه الوظائف فقط للمواطنين السعوديين. في البحرين يمكن أنهم يعملون هذا، وأنا أشوف في تحرك في البرلمان، ولكن إذا هذا التحرك اللي في البرلمان لم يوازي مع أو ينتج عنه تعديل على القانون، قانون العمل في القطاع الأهلي، ويعيد نسبة البحرنة ويعيد اللي هو أولوية المواطن البحريني للتوظيف، سيبقى القطاع الخاص هو اللي يعني يتصرف في عملية التوظيف حسب ما يراه من مصالحه هو وليس المصلحة الوطنية. بالمقابل طبعا هذا الحجم أو العدد الكبير اللي الأجانب في البحرين هم يتجاوزون 50% من عدد السكان وعدد المقيمين في البحرين، هذا يأخذنا إلى حجم التحويلات الأجنبية. في 2017 الواحد بلغ التحويلات الأجنبية من البحرين إلى الخارج اللي هو التحويلات النقدية للعاملين الأجانب في البحرين 927 مليون دينار، ما يعادل 2.5 مليار دولار. هذا 2.5 مليار دولار تستطيع أن تحرك يعني على تراكم خلينا نقول 5 سنوات 6 سنوات، تستطيع وحتى سنويا تستطيع أن تحرك الاقتصاد المحلي، سواء كان السيولة اللي تحتاجها البحرين، كل يعرف أن السيولة الموجودة في البنك المركزي منخفضة، أو السيولة الموجودة المتداولة في البنوك اللي ممكن الاستفادة منها. لذلك أنا أكد على دور مجلس النواب. أنا متخوف من شغلة وهو النقاط الأهداف اللي تكلمنا عنها فيما يتعلق بالاقتصاد المحلي، أن يكون هناك تحرير شبه مطلق إلى الاقتصاد،
ونتحول إلى خلينا نقول العولمة الجشعة اللي يعني بالتأكيد المتضرر الأساسي أو الكبير فيها سيكون المواطن البحريني من خلال عملية التوظيف وإلى آخره. النقطة الثانية هي الوضع الصحي. طبعا أيضا ورد في برنامج الحكومة ضمان وجود واستدامة الخدمات الصحية، إعادة هيكلة النظام في القطاع الصحي، هذه نقطة جدا مهمة يجب الانتباه لها، تنفيذ برنامج الضمان الصحي، تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي، تعزيز كفاءة وفاعلية الخدمات الصحية، تعزيز النظام الرقابي على القطاع الصحي لرفع الجودة والسلامة. وبصراحة ما توجد مؤشرات لأن هناك نظام رقابي اللي قرأ أو اطلع على ما ورد في تقرير ديوان الرقابة ل 2017 عن موضوع المستشفى السلمانية ونقص الأدوية وإلى آخره، يعني سيصعق من ما ورد في التقرير من أشياء تفصيلية. يعني التقرير يقول أن هناك حالات وفاة لم يتم التحقيق فيها، هناك نقص أدوية، وهذا طبعا الكل يتكلم عنه. قبل كم من يوم نشر في أحد الوسائل التواصل الاجتماعي أن بعض مرضى السرطان طلب منهم أنهم يعيدون لمنازلهم لأن الأدوية مش متوفرة. وهذه طبعا مع إعادة الهيكلة أو الضمان أنا ما أعرف. طبعا لما قلت أنا في البداية يجب أن احنا نربط ما بين برنامج الحكومة مع أهداف التنمية المستدامة، واحد من أهمية من أهم أهداف التنمية المستدامة هو موضوع الصحة العامة في البلد. فبالتالي الحكومة حتى لو حولت جزء كبير من هذا القطاع إلى القطاع الخاص تبقى هي المسؤولة، وعليها أن تتحمل مسؤولية الحفاظ على استدامة خلنا نقول الوضع الصحي الأفضل. أنا حسب توقعاتي ربما يصير في تحويل كبير للمؤسسات الصحية إلى القطاع الخاص، فبالتالي ربما يضغط هذا أكثر على الخدمات اللي تقدم، وخاصة ما يتعلق بالعلاج الطبي اللي يحتاج إلى السفر للخارج، مثلا أمراض السرطان أو أمراض القلب، هذه اللي تحتاج إلى تخصصات دقيقة وتكاليف عالية. النقطة الرابعة تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية، وهذا أيضا ورد في ديوان في برنامج الحكومة، تعزيز الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية، تفعيل أدوات الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية، تعزيز الآليات لمتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية. اليوم احنا وصلنا التقرير 15، إلى الآن لم نطلع على نتائج حقيقية يعني خلنا نقول استفدنا منها أو استفادت منها البلد بشكل كبير فيما يتعلق بتنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية. النقطة الرابعة أيضا اللي وردت ضمنها تحتها العنوان تطوير الإجراءات واللوائح الداخلية للجهات الحكومية بما يعزز المساءلة والشفافية، تطوير إجراءات وعمليات الشراء والمدفوعات الحكومية. البحرين في هالجانب متمشي يعني خلنا نقول متقدمة على كثير من دول، هذا يجب الاعتراف فيه فيما يتعلق بعملية المشتريات في وجود مجلس المناقصات. لكن المشكلة هي ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية بأن هناك العديد من الوزارات تتجاوز مجلس المناقصات، تروح تقوم بعملية شراء مباشر تتجاوز السقف المسموح فيه الحكومة مسموح لها أو الوزارات أو الجهات الحكومية إلى حد 25,000، ما زاد عن 25,000 يجب أن يتولاه اللي هو مجلس المناقصات. بعض المؤسسات بعض الجهات الحكومية تجاوزت هذا الرقم بدون ما تستأذن أو بدون ما تأخذ موافقة من مجلس المناقصات، هذا مو واضح كيف بتتعامل معاه الحكومة. أيضا النقطة السادسة تحسين ممارسات متطلبات الحوكمة، يعني أيضا ديوان الرقابة المالية أظهر لنا conflict of interest، تضارب مصالح، بمعنى آخر أن هناك جهات كثيرة في الحكومة لا تتبع مبادئ الحوكمة. وإحنا بالمناسبة عملنا ورشة في الشفافية حول الحوكمة في الشركات الحكومية، ولا أحد استجاب لنا من الشركات الحكومية اللي دعناهم للحضور، كانت ورشة مجانا على الأقل يحضرون يستمعون يستفيدون. النقطة السابعة تطوير وتعزيز التعاون مع السلطة التشريعية والجهات الرقابية. احنا وجهة نظرنا في الشفافية فيما يتعلق بهذه النقطة بالتحديد لأنه مجال عملنا،
هو ما لم يتم الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فكل ما ورد أعلاه لن يتم تحقيقه. وللالتزام بالاتفاقية هذه هناك بنود موجودة تتطلب من البحرين أن تتخذ إجراءات لتتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، منها وجود استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. بدون وجود استراتيجية، وجود إطار عام يستطيع هذا الإطار أن يمشي عليه الجميع، لن تتمكن من تنفيذ 7 بنود اللي وردت على. النقطة الثانية أن تكون هناك هيئة تتابع هالعمل هذا، فعلا هناك مكافحة، هناك إجراءات صحيحة تمنع خلنا نقول الملاحظات اللي يسمها ديوان الرقابة الملاحظات أو التجاوزات. لذلك على البحرين أن تنشئ هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وهذا الموضوع صار لتقريبا 10 سنوات يعني رايح راد في المجلس، ولا إلى الآن لم يتخذ القرار. وأيضا قانون مهم يجب يعني أن تتخذ الحكومة، هو حق البرلمان، هو حق الوصول للمعلومات. بدون ما يكون هناك حق الوصول للمعلومات، احنا الان مثلا كثير من هالنقاط هذه احنا ما عندنا معلومات متوفره نستطيع ان نروح لها بحيث ان احنا تخدمنا في الوصول الى كل ما نريده، سواء احنا الجمعيات، المجتمع المدني، الباحثين، الجامعين الى اخره. يعني فبالتالي هذه 3 قوانين وقانون واحد أيضا مهم، هو حماية الشهود والمبلغين لحالات الفساد. هذه 4 قوانين الرئيسية إذا لم يتم إصدارها في البحرين في مسألة تنفيذ النقاط 7 هذا، أنا في تقديري بيكون يعني صعب، هذا إذا كان شبه مستحيل. وما دام ما في أداة قياس، الكلام اللي بدأت فيه أنا كلامي هذا، ما دام ما في أدوات قياس تستطيع أن تقيس عليها، تبقى كل هذه عموميات يعني ما راح نوصل فيها إلى نتائج حقيقية. أيضا النقطة الأخيرة دكتور إذا تسمح لي، هي المجتمع المدني. ورد في البرنامج الحكومي ما يلي: تمكين مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز دورها التنموي. كيف؟ ما في أي تفاصيل، فقط هذه 8 كلمات موجودة في البرنامج. ما نشاهده على الأقل خلال يعني سنوات الفارطة على قولة إخواننا التونسيين لا يوحي بأن هناك تعزيز لدور مؤسسات المجتمع المدني. لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، أغلب الاتفاقيات الدولية، ممكن أعدد لكم: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، السيداو، شو بعد من اتفاقيات موجودة عندنا صادقت عليها البحرين. هناك مواد في هذه الاتفاقيات لعمل مؤسسات المجتمع المدني، وطالما هذه المؤسسات لا يتاح لها المجال للعمل فلن تتمكن من العمل. اليوم في البحرين، هناك مو بس في البحرين على فكرة، في كل دول العربية تقريبا، وهناك تقليص لمساحات عمل مؤسسات المجتمع المدني. تعزيز مؤسسات المجتمع المدني هو أن تعطي الحرية لمؤسسات المجتمع المدني أن تعمل، أن تدعم مؤسسات المجتمع المدني، سواء أن تدعمها ماديا أو تدعمها معنويا، لا أن يعني تشربكها بمجموعة من الإجراءات الإدارية اللي يعني ما تخلص منها. وفي نفس الوقت لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، المجتمع المدني يحتاج إلى قانون لحماية مؤسسات المجتمع المدني، قانون يدعم مؤسسات المجتمع المدني، سواء الدعم المالي أو الدعم مثل ما قلت الأدبي وإلى آخره. بدون هذه الأمور بيظل الجمعيات الأهلية مثل ما تشوفون الآن، الجمعيات قاعدة دورها قاعد يتراجع ويتراجع ويتراجع، بما فيها مؤسسات الجمعيات الخيرية اللي تعتمد على جمع التبرعات. وكثير من الجمعيات الآن لا تحصل على ترخيص لجمع التبرعات يعني، فبالتالي قبل رمضان بعض المؤسسات أو بعض الجمعيات هذه يبحث عن موافقة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليجمع تبرعات لمساعدة الأسر المحتاجة في البحرين، لدعمها
لا يعني يمكن تطلع الموافقة عقب رمضان بشهرين إلى آخره، هذه انطلعت. فبالتالي يعني تعزيز دور المؤسسات المجتمع المدني، هناك خطوات يجب أن تكتب في البرنامج. واحد، راح الحكومة تسوي كذا. اثنين، راح تسوي كذا. ثلاثة، راح تسوي، بحيث أنه يعني على الأقل يكون هناك يعني بوادر لدعم مؤسسات المجتمع المدني. ما العمل؟ هذه آخر نقطة دكتور. يعني احنا شو نحتاج حتى يعني على الأقل نفعل أو نكون قريبين برنامج العمل الحكومي هذه؟ أولا محتاجين لأن تكون هناك هيئة تشرف كيان مستقل تابع للحكومة، يشرف للحد أو السيطرة على الدين العام. بدون السيطرة على الدين العام احنا وضعنا بيكون مستمر. الالتزام ببنود الاتفاقيات الأمم المتحدة، خاصة وأن في البرنامج الحكومي اجت إشارة إلى الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية، هكذا موجود نص في البرنامج الحكومي، يمكن أقرأ لكم إياه بعدين. فبالتالي من ضمن الأشياء اللي يجب أن نلتزم فيها الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فبالتالي إنشاء هيئة مستقلة والكلام اللي قلت لكم إياه قبل شوي. أيضا الالتزام بتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية، وهي توصيات مهمة جدا وعمل يعني ممتاز لابد من يعني في تقديري الالتزام فيه. ثم إدخال تعديلات على قانون العمل القطاع الأهلي، على الأقل نجعل البحريني هو أولوية، وإذا ما يريدون ينصون عليه بشكل مباشر بهذه مثل ما كان في السابق، على الأقل يكون هناك في خلينا نقول رقابة حقيقية على الشركات، بأن الحكومة تلزم الشركات بتوظيف البحرينيين. شكرا وآسف على الإطالة. شكرا جزيلا.